دعوة لشبكة التضامن ضد احتلال فلسطين التي تضم أكثر من 50 حركة ومنظمة وجمعية شعبية منتشرة في جميع أنحاء إسبانيا. ندعوكم للمشاركة في المسيرة الثانية التي خرجت اليوم في معظم المدن الإسبانية لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات فعلية محددة ضد الإبادة الجماعية في قطاع غزة وضد الاحتلال ونظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني لفلسطين. أصدرت محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير الماضي بيانا طلبت فيه باتخاذ كافة الإجراءات المؤقتة للحيلولة دون حدود ما وصفته بإبادة جماعية، وذلك على ضوء البيانات المقدمة من قبل جنوب أفريقيا التي تبنت الشكوى ضد إسرائيل. وطالبت المحكمة من إسرائيل اتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بدون قيد أو شرط. كما أعلنت المحكمة بأن الفلسطينيين الحق في حماية ضد أي ممارسات تؤدي إلى الإبادة، وأمرت إسرائيل باتخاذ كافة التدابير لتفادي الإبادة ومحاسبة كل النداءات العلنية التي تشجع على الإبادة الجماعية. لم تتم الاستجابة لهذه الطلبات، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات، أي من الإجراءات التي طالبت بها المحكمة كمطلحة من سلسلة الجرائم التي اقترفت مؤخرا. كما لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الطرفان التي تقع عليهما مسؤولية قانونية باستفادتهما من بين الأطراف الموقعة على المعاهدة الخاصة بالوقاية من الإبادة الجماعية أي إجراءات لتنفيذ توصيات المحكمة، بل إن الأمر ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث اطلع مؤخرا بأن المحكمة بأن الحكومة الإسبانية كذبت بخصوص التوقف عن المتاجرة بالمعدات الحربية مع إسرائيل منتهكة بذلك القوانين المحلية والدولية، مما يعرضها لتهمة محتملة للتواطؤ مع جريمة الإبادة الجماعية. وطبقا للخبر الذي نشر بتاريخ 12 فبراير الجاري، فإن وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألفاريز كذب مرات ثانية فيما يتعلق بتوقيف مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ونحن على علم بأن الحكومة الإسبانية أصدرت تراخيص لتصدير أسلحة إسبانية لإسرائيل بقيمة 5 مليون يورو في نفس الوقت الذي كانت تمارس فيه الأخيرة الجرائم ضد المدارس والمستشفيات والجامعات والمساكن. وهناك احتمال استخدام إسرائيل للذخائر التي صنعت في إسبانيا من أجل ممارسة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وقتل الأطفال بدون أي رادع. الإعلانات الإسرائيلية المتكررة والتي تطلب من سكان قطاع غزة بإجلاء رفح، وهي المدينة التي يحتشد فيها الآن أكثر من 1.5 مليون مدني، غالبيتهم العظمى من المهجرين من مناطق أخرى في القطاع، دمرت بفعل القصف الإسرائيلي، تعتبر بمثابة إعلان واضح بأن إسرائيل لن تتوقف عن التدمير حتى آخر ركن من أركان القطاع وطرد سكانه. يجب أن نذكر هنا بأن إسرائيل تواصل القصف المتعمد والمنهجي لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، الذي كان يتعرض أصلاً لحصار خانق وغير مشروع منذ أكثر من 16 سنة، مما أدى حتى الآن إلى قتل أكثر من 29,000 شخص، من بينهم ما يقرب من 14,000 قاصر، وتدمير البنية التحتية اللازمة للعيش من مستشفيات ومدارس ومحطات تخزين وضخ المياه والطاقة، بالإضافة لكارثة بيئية محققة. هناك تقديرات بأنه حوالي 10,000 شخص لم يتم العثور على جثثهم أو لم يتم انتشالهم تحت الأنقاض، ومليوني شخص أجبروا على اللجوء عن مساكنهم يفتقرون لأي رعاية صحية، كما يعاني 95% من سكان الجوع من سكان القطاع من الجوع. في الوقت ذاته يلاحظ تسارع في حملات التطهير العرقي في الضفة الغربية والقدس المحتلة من خلال الاعتقالات الجماعية والقتل والاعتداءات التي تمتلك ضمن الهدف الواضح
المتمثل في طرد سكان البلاد الأصليين من وطنهم، ويقوم بهذه الحملات الجيش من جهة والمستوطنين من جهة أخرى الذين يقيمون بشكل غير مشروع في الضفة الغربية والقدس، والذين يتم تسليحهم من قبل الحكومة بكافة أشكال الأسلحة. وقد اتضح الآن بجلاء بأن سنة 2023 كانت أكثر سنوات الاحتلال الدموية، حيث بلغ عدد القتلى حتى 7 أكتوبر في الضفة الغربية 180 شخص. ومنذ ذلك التاريخ فقد وصل عدد المقتولين من قبل إسرائيل 350 شخص. ونذكر هنا أن الهجمات تتم في إطار واسع يشكل جرائم فصل عنصري أبرتهايد، كما أبلغت عن ذلك منظمات حقوقية فلسطينية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش. وبناء على كل ما تقدم والتغييرات الواسع الذي شهدته إسبانيا بتاريخ 20/1/24 والذي شارك فيه ما يربو عن 500,000 شخص، قررنا الخروج مرة أخرى إلى الشوارع في هذا اليوم لمطالبة الحكومة والأحزاب السياسية التي تتشكل منها ممارسة الضغط اللازم واتخاذ الإجراءات الفورية والفعالة للدفاع عن حقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة لكل الفلسطينيين، لكي لا تتحول إلى طرف متواطئ في هذه الكارثة التي تعتبر أكثر الكوارث إيلاما في التاريخ المعاصر. طالب شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين الحكومة الإسبانية بالتالي: أولاً، التحرك لتتصدر الجهود الرامية لوقف فوري ودائم لإطلاق النار. ثانياً، وقف مبيعات ومشتريات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والأمنية من وإلى إسرائيل. ثالثاً، دعم الشكوى المقدمة من طرف جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية. رابعاً، إعادة تفعيل القوانين المتعلقة بمحاكمة الجرائم العالمية من قبل القضاء الإسباني. خامساً، قطع العلاقات الدبلوماسية والمؤسساتية والاقتصادية والرياضية والثقافية مع إسرائيل. سادساً، كما نطالب بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والتطهير العرقي والأبرتهايد والاستيطان، ونحث المجتمع المدني وخاصة الطبقة العمالية والاتحادات بأن تساهم بفعالية في حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات PDS، وهي الحملة التي أطلقت بدعم من قبل الغالبية العظمى من المجتمع الفلسطيني، والتي تسعى إلى عرقلة التطبيع السياسي مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وممارسة الضغط لكي تحقق انهيار هذا النظام الاحتلالي والاستيطاني والعنصري. تحيا فلسطين حرة! تحيا! تعيش فلسطين حرة! تعيش فلسطين حرة! تعيش فلسطين حرة! بالروح بالدم نبديك يا فلسطين! بالروح بالدم نبديك يا فلسطين! بالروح بالدم نبديك يا غزة! بالروح بالدم نبديك يا غزة! بالروح بالدم نبديك يا غزة!